السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بالتسبيقات الكتابية للأسبوع الرابع تحت عنوان المتحف الصحراوي. إذا أولا سنقرأ النص ثم سنجيب عن الأسئلة المرفقة لهذا النص. إذا تابعوا معي النص. يشكل المتحف الصحراوي معلمة حضارية تتجمع في معروضاته ألوان من التراث يختزل ذاكرة زاخرة بثقافة المغرب، ويرحل بالزائرين في عمق التقاليد والعادات الصحراوية. فيه ترى براعة الصانع وإبداع الفنان الصحراوي، ومن جاب قاعات المتحف أدرك تعدد الأدوات وتنوع الأزياء والنقوش الصخرية والمخطوطات، فزره لتعرف قيمته. إذن هذا هو النص. إذن السؤال الأول، أضع علامة أمام الاختيار الصحيح. يعتبر المتحف الصحراوي معلمة حضارية لأن بنايته فريدة أو معروضاته تراثية أو قاعاته متعددة. الجواب الصحيح لأن معروضاته تراثية. سؤال ثاني، أقترح عنوانا آخر للنص. إذا سنقترح عنوان آخر يكون مناسب لموضوع النص. إذا سأقترح عليكم مثلا المتحف الفريد أو متحف الصحراء مثلا. إذا المتحف أو المتحف الفريد ومتحف الصحراء. إذا الآن سنمر إلى السؤال الثالث، أضبط بالشكل ما كتب بلون أزرق في النص. إذا لنرجع إلى النص لنشكل الكلمات التي ذكرت في النص. إذا يشكل ماذا؟ المتحف الصحراء ويو معلمة حضارية. إذن فيه ترى براعة الصانع. إذن الآن السؤال الرابع، أستخرج من النص ما أملأ به الجدول. أولا فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر. إذن بالنسبة للفعل الماضي، إذن سنبحث عن فعل ماض. إذن جاب، فعل جاب، من جاب، فعل ماضي جاب. كذلك فيه ترى، ترى فعل ماضي كذلك ترى. أدرك، إذن أدرك تعدد، أدرك يدرك، إذن أدرك كذلك. إذن يمكنكم أن تضيفوا أدرك. إذن فعل مضارع، إذن يشكل الفعل الأول من النص يشكل، كذلك يختزل، وأفعال أخرى يمكنكم استخراجها من النص يختزل. إذن فعل أمر، فعل أمر زره، فزره، إذن زره، فزره لتعرف قيمته. الآن سنمر إلى السؤال الخامس، أحول الجملة حسب المطلوب. إذن زره لتعرف قيمته. في المضارع أنت تزوره لتعرف قيمته. الماضي زرته لتعرف قيمته. إذن في الماضي، إذن في الأمر زره لتعرف قيمته. في المضارع أنت تزوره لتعرف قيمته. في الماضي أنت زرته لتعرف قيمته. السؤال الموالي، أنشئ جملة فعلية فعلها ماض وأحولها إلى المضارع. إذن سنقترح
الجملة الآتية مثلا: زار فريد مثلا متحف أو متحف الرباط. زار فريد متحف الرباط. إذا نحولها إلى المضارع، إذا سنقول: يزور فريد متحف الرباط. إذا بهكذا ننهي هذه الحصة، حصة التطبيقات الكتابية. موعدنا إن شاء الله تعالى في الفيديو القادم مع تقويم الوحدة الأولى تحت عنوان المدينة الزرقاء. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.